أهلا بكم في المحاضرة الثانية من تعلم دروس اللغة الإنجليزية مع مستر شادي برعاية فريق فرسان التحدي. النهاردة هنتكلم عن 3 أجزاء، وهم الـ adjective الصفة، pronouns الضمائر، verb to be. ليه أنا اخترت الثلاثة دول؟ أنا اخترت الثلاثة دول عشان هم مرتبطين ببعض، نقدر من خلالهم ان احنا ما نحسش ان احنا بندرس جرامر، احنا هنحس ان احنا بندرس تركيب جمل بفهم معين وبسلاسة جدا. طيب هنبدأ بأول حاجة هي البروناونز. أول حاجة هي البروناونز، والبروناونز في منها 3 أنواع. احنا هناخد أول نوع واحد فقط، هو subjective pronouns أو ضمائر الفاعل. ضمائر الفعل احنا بنستخدمها للتعبير عن المتكلم والمخاطب والغائب، تمام، سواء كان مفرد او جمع. واول ضمير معانا هو اي، وبمعنى انا، هو احنا بنتكلم عني انا بتكلم عن نفسي، بعبر عن نفسي، فبستخدم كلمة اي عشان اقول انا، تمام. سواء بقى انا ده شخص مذكر أو شخصية مؤنثة، تمام. فممكن أقول I have a book، ده كتابي. I have a book، ده كتابي. أنا هنا أنا بقول ده كتابي. هل الصوت بقى أو الشخصية اللي بتتكلم هنعرف من خلالها هي دي شخصية مؤنثة أو شخصية ذكورية؟ فدي هتفرق معانا في الكتابة، أو مش هتفرق معانا في طريقة تكوين الجملة، لكن هتفرق معانا طبعا في المتلقي. هو هيفهم بقى من الصوت، من الشخص اللي بيتكلم، هو ده سيدة أو رجل أو هكذا. لكن أنا فهمت إن هو بيتكلم عن نفسه عن طريق كلمة أو pronoun أنا اللي هو I، تمام. بعد كده عندي you اللي هو ضمير أنت، وبرضه أنت هنا سواء مذكر أو مؤنث. وساعات، وفي يعني كتير قوي، مش ساعات كمان، إن أنا بستخدمها إن أنا بخاطب مجموعة. يعني ممكن أقول How are you؟ أنا قاعد مع ناس كتير أو دخلت على ناس كتير، فبقول لهم How are you؟ إزيكم؟ تمام؟ أنا هنا استخدمت الضمير يو على أساس إن هم مجموعة قاعدة، وانا اول ما دخلت من الباب رحت قايل لهم كلهم ازيكم، هم قاعدين قدامي، فانا موجه الكلام للناس كلها. فهنا يو استخدمتها مش عشان انت بس او انتي بس، لا، انا استخدمتها للناس كلها. مثلا you speak English very well، انا بكلم واحد او بكلم واحدة، فبقول له You speak English very well. أنت بتتكلم إنجليزي كويس جدا. فهنا استخدمنا you. يبقى كده عندنا أول ضمير I، وده أنا بتكلم عن نفسي أنا، تمام. وافتكروه بأن هو ضمير الذات، وأنت اللي هي you ولد أو بنت أو وبوجه الكلام ليه هو عشان يرد عليا، تمام، او كلام للناس كلها، او ان انا بدي محاضره زي ما انا بدي محاضره حاليا معاكم، فبكلمكم كلكم بصيغه انت، تمام. طيب نيجي ل3 ضمائر، ودول بيستخدموا للغائب. وهنا بقى هنبدا بقى نفرق في ايه. في ضمير هيجي للمذكر، وفي ضمير هيجي للمؤنث، وفي ضمير هيجي للجماد أو لغير العائل. طيب زي أول حاجة عندنا هي ضمير معناه هو، وبيجي للتعبير عن الشخصية الغايبة من المذكر، يعني ولد رجل، تمام. ما ينفعش استخدم هي مع حاجة مؤنثة. He has a book، هو يمتلك كتاب، تمام. He is handsome، هو وسيم.
فهنا انا استخدمت هي عشان تدل على حاجه معينه، ان انا عندي شخصيه غائبه هو مش موجود معايا حاليا، لكن الحوار كله بيدير حوالين الشخصيه دي. في شخصيه يعني انا بتكلم دلوقتي عن استاذ خالد، واستاذ خالد مش موجود معانا في المكان، فبستخدم ضمير هي عشان يكون رمز لاستاذ خالد. نيجي للمؤنث، هنستخدم شي، وده ضمير هيستخدم برضو للمؤنث بنفس الطريقة، شخصية مش موجودة عندنا وإحنا بنتكلم عنها. She is a beautiful، هي جميلة، أنا بتكلم عن واحدة بوصفها، بقول إن هي جميلة. مين هي؟ هي مش موجودة معانا حاليا، بس أنا بوصفها، هي في يعني سين أو صاد، بس ما قلتش الاسم وقلت إن هي جميلة، بدل ما أقول مثلا منى أو عفاف أو لا، أنا بقول شي. نيجي للعنصر الثالث وهو إت، وده ضمير بيستخدم لغير العائل سواء بقى جماد حيوان، مش هيفرق بقى معايا إن أنا بتكلم مثلا عن قطة أو بتكلم عن كلب أو بتكلم عن شجرة أو بتكلم مثلا عن تمثال. أهم حاجة إن أنا بعوض عن اسم الحاجة اللي أنا بتكلم عنها بضمير المخاطب it، pronoun it. أنا دلوقتي عايز أتكلم عننا مجموعة مع بعضها، وعايز أقول إحنا، فهجيب ضمير جديد وأقول له تعالى بعد إذنك إحنا عايزينك شوية، هنستخدمك في المحادثة بتاعتنا وهنقول عليك we. we افتكروها بشبكة we، تمام؟ we بمعنى نحن، نحن بنتكلم عن مجموعة بصيغة الجمع اللي هي نحن، إحنا، تمام؟ مثلا إحنا معانا 3 كتب، هنقول we have 3 books، إحنا معانا 3 كتب أو إحنا نمتلك 3 كتب. عايز أتكلم عن الجمع ده لكن عايز أخليه غائب، عايز أتكلم عن مجموعة مش موجودة معايا في المكان بس عايز أتكلم عنها. هجيب بقى ضمير جديد هو they، THEY، they. احنا المحاضرة اللي فاتت قلنا في the و the بيجوا قبل الكلمات زي the article و the alphabet، the boy. هنا they لو حطينا حرف الواي غيرت الكلمة، بدل ما هي the بقت they اللي هو الضمير هم أو هما. فهنا أنا بتكلم عن ناس مش موجودة معايا هم بيعملوا كذا، زي إيه؟ زي ما أقول مثلا they have 3 books، هم يمتلكوا 3 كتب، they have 3 books. they are poor، هم فقراء. فهنا دي أول خطوة في تعلم pronouns أو الضمائر في اللغة الإنجليزية، تمام؟ يبقى إحنا كده خدنا إن عندنا الضمائر I، you، they، we، he، she، it. I، you، we، و they، he، she، it، تمام؟ دي أول كده جزئية في محاضرة النهاردة وهي البروناونز. طبعا البروناونز في لسه جزئين تانيين لكن أنا مش هبدأ فيهم النهاردة، لأن أنا عايز أربط حاجات معينة ببعضها. انا عارف ان ذا بتيجي اللي هي الالف لام، يعني مثلا ذا بوك، مثلا الكتاب، بس انا عايز اعرف الفرق بين ذا وذي. تمام، مفيش مشكلة. طيب في حد تاني عنده سؤال بليز قبل مستر، ما انا عندي اتفضل؟ سؤال لو سمحت يا مستر. انا بالنسبه لي اي، بالنسبه للبروناون، لما اقول ان انا انا يعني لدي مثلا كتاب، اقول اي a book، ولا اقول has، او I ولا have اقول اي هاف a book؟ I have a book، و have لوحده ده فعل اسمه فعل يمتلك، وده ليه درس لوحده خاص بيه. ف has اللي هي h a بس v e. ايوه اتش طب اي لما في، اقول مثلا تمام، ده فعل يمتلك، انا بقول I have a book، انا معايا كتاب.
او امتلك ولما كتاب. اقول مثلا انا مثلا بشرب شاي مثلا، اقول اي درينك، اي درينك ولا درينكينج؟ انت عايزه تتكلمي بقى ان انت بتشربي شاي دلوقتي حالا، تمام، هو هتبقى اي ام درينكينج ا كاب اوف تي، تمام، بس ممكن ما تسبقيش عشان ما تلخبطيش نفسك. انا عايزك تاخدي الجمله هتتركب ازاي حته حته. تمام. احنا عندنا بارت اوف سبيتش اللي هي اجزاء الكلام، تمام، بارت اوف سبيتش دي بيندرج تحتها النون اللي هو الاسم، الفيرب الفعل، pronoun الضمائر، adjective الصفة، conjunction الروابط، يس. وهكذا، تمام. 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 فأنا لو جيت هشد دماغك بكل ده مرة واحدة مش هتثبت ال هتقعي مني، مش هتبقي معايا. لكن أنا بكون لك، بديكي حتة حتة من الجملة، تمام، وعلى آخر المحاضرة النهاردة انت هتكوني الجملة لوحدك. عشان تركبي جمل هتخش على أزمنة وي وي وي، فأنا هديكي أول جزئية نقدر نركب بيها جمل. مش تمام. هدخلك بقى مضارع بسيط ومضارع تام، اه انا كل اللي انا عايزك تركزي معايا عشان نهاية المحاضرة النهاردة هنركب جمل مع بعضنا، تمام. جمل Thank بسيطة. you مستر. يا ار ويلكم، اتفضلي يا ميار. مستر، هي الـ AI بتندرج تحت الـ pronoun جمع على الرغم ان هي مفرد؟ دي يو مش اي. ما احنا بنقول I have دي جمع. لا، هاف ده فعل يمتلك. اي هاف a book، انا امتلك كتاب. ما وبرضه تتبقوش يا يو جماعه. بتندرج تحت الجمع. طيب يو بتندرج تحت الجمع ليه؟ انا دلوقتي دخلت الفصل مثلا، او دخلت مكان ففي 3 4 اشخاص قاعدين قدامي، هل بقى ان انا ممكن يعني اسلم على الاربعه دول مره واحده ولا لا؟ اقدر اقول السلام عليكم وكل هيرد عليا، صح؟ طيب انا في الانجليش بقى اقول الكلام اعملها ازاي؟ زي مثلا هاو ار يو، هاو ار يو انا قلتها لكام واحد اول ما دخلت المحاضره النهارده؟ الكل كل واحد رد عليا ولا لا؟ يبقى انا قلت لكل واحد فيكم ازيك ولا لا؟ وصلت؟ تمام. فهنا ضمير يو تقدري تعوضي لما تكوني بتخاطبي، اللي هو ان انا بخاطب مجموعه قاعده قدامي بكلمكم كلكم، الكلام مش موجه لحد محدد من الناس كلها. واصله لي؟ زي دلوقتي عضو مجلس الشعب طلع يخطب في الناس اللي هتنتخبوا، هل بقى هو هيقعد يقول لكل واحد اصلا هعمل لك مستشفى واصلا هعمل لك مش عارف ايه؟ في حد هيقدر يعمل كده وقدامه مثلا 1000 ولا 2000 قاعدين؟ فيرب تو بي هو فيرب يكون، زي ما قلت لكم ان شيكسبير كان بيقول ايه، تو بي اور نوت تو بي، اكون او لا اكون. احنا هنا بنتكلم في الفعل الكينونه، الحاجه اللي تخلي ليه وجود في اللغه الانجليزيه اللي هي فيرب تو بي. فيرب تو بي اللي هو ايه؟ اللي هو ام از ار، ام از ار ووز وير. ايه ده اللي جاب ام از ار مع ووز وير؟ مش هلخبطكم ما تقلقوش. ام از وار لو انا بتكلم على بريزنت، فهنا فعل الكينونه بتاعي في البريزنت. طيب زي ايه؟ هديكم مثلا، لما اقول مثلا علي اسفات، علي ده ماله؟ علي تخين. احنا في اللغه العربيه ما عندناش ان احنا نقول علي يكون تخين، عندنا علي سمين، علي وزنه زائد. لكن في اللغه الانجليزيه عشان اقول علي وزنه زائد او علي بدين او سمين لازم احط از، اللي هو ضمير او فيرب تو بي، اللي هو ضمير الكينونه او الحاجه اللي هتعبر عن هذا الكيان. طيب
مثال تاني، منى is beautiful، منى جميلة. لو أنا قلت منى beautiful، طب أنا قلت اسم وقلت adjective، هو إيه اللي منى beautiful؟ فعشان أفهم اللي قدامي، المتلقي اللي قدامي، إن أنا عايز أقول إن منى جميلة، شخصية يعني شخصية ذات جمال، هقول is. تمام؟ فأنا عندي كده am بتيجي مع I، وده بقى الربط ما بين verb to be والpronouns، إن I تاخد am، he وshe وit قالوا احنا خلاص احنا سيطرنا على is، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه براحته، خدنا is عندنا صاحبتنا خلاص في حمانة. يبقى كده I سيطرت على am، وهي وشي وإيت صاحبه إيز وفرضوا عليها الحماية بتاعته خلاص، ومحدش هيقدر يروح ناحيتها تاني. تمام؟ طيب هيجي R هتروح لمين؟ ليو وي ذي، يو وي ذي، من غير ما تفكر، شفت يو، شفت وي، شفت ذي، هي خلاص ارتبطوا بآر. بقول يو آر، بقول وي آر، ذي آر. تمام؟ يبقى احنا كده I am، he و she و it is، you we they are. طيب تعالوا ناخد أمثلة. أحمد is happy، أحمد سعيد، we are rich، نحن أغنياء، they are poor، هم فقراء، we are happy، دي إحنا نحن سعداء، we are happy، إحنا سعداء. طيب يبقى إحنا كده ممكن نقول علي is fat، علي سمين، I am happy، أنا سعيد، we are rich، نحن أغنياء، they are poor، هم فقراء. نستنتج إيه من اللي أنا بقوله؟ بنستنتج إن إحنا أول حاجة بنستخدم فيها فيرب صفة لما باجي أوصف حاجة أو باجي بوصف شخص أو هكذا. تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة أنا بستخدمها مع اللوكيشن، مع المكان وهكذا. طيب بستخدمها تاني مع الوظائف. I am a doctor، he is a teacher، هو هو يعني أنا دكتور، هو مدرس. يعني هنا is و am جت برضو ككينونة، أنا بوصف هنا إن أنا دكتور أو أنا مثلا a teacher، يعني بحط pronoun بتاعي، بحط verb to be، وبحط اسم الوظيفة اللي أنا بشتغلها. حلو كده؟ يبقى عندنا كده الجملة adjective، جملة الصفة، عندنا location، عندنا الجوب الوظيفة. يبقى احنا كده استخدمنا الفيرب تو بي في ثلاث حاجات، الصفة، المكان، الوظيفة، بعبر عنهم باستخدام فيرب تو بي. ملحوظة كده، ودي خليها قدام سنة، يعني انا هقولها لك وانت احتفظ بيها لقدام سنة. بستخدم في الماضي فيرب تو بي مع I was، مع I was، we و they were، he و she و it was. تاني I بتاخد was، he she it برضو بتاخد was، we و they و you ياخدوا where. تمام؟ ده في الماضي. هنستخدم الكلام ده بعدين، لأن هو ده بيخش في تكوين زمن الماضي المستمر.
تمام؟ فأنا عايزك بس تفهم الحتة دي أو تاخد الحتة دي وتركنها لي على جنب، لما يجي زمن الماضي المستمر هنرجع. تمام؟ طيب إيه تاني؟ المضارع المستمر بستخدم فيه إز وآر، تمام؟ إز وآر بستخدمهم في المضارع المستمر، وبرضه هقول لك تفاصيلها لما نيجي ساعتها. بس أنا ممكن أديكم، أنا خايف بس ألخبطكم، أنا ممكن أديكم أمثلة على أو مثال مثلا على ده أو ده، بس أنا خايف ألخبط الناس. طيب تعالوا بس ناخد مثلا مثال واحد هنا ومثال واحد هنا. مثلا لو أنا هستخدم في المضارع المستمر مثلا present continuous، ممكن أقول مثلا نادية is making tea now، نادية is making tea now، يعني نادية بتعمل شاي دلوقتي. حلوة دي. طيب تعالوا لو في في الماضي، الماضي ممكن أقول مثلا we were waiting for the bus when we see when we saw هاني كروس ذا رود، احنا كنا منتظرين الاتوبيس. تمام؟ احنا كنا، وي وير، احنا كنا. تمام؟ معنى المثال ان احنا كنا مستنيين الاتوبيس لما شفنا هاني بيعدي الطريق. بس انا اللي يهمني في المثال وي وير، زي ما كان همني في المثال الاولاني نادية از. تمام؟ باختصار شديد جدا، فعل يكون أو verb to be، تمام، بيتكون من am is are am is are I مصاحبة am على طول الخط، he و she و it بيحموا is على طول الخط، we we وذي ويو معاهم ار على طول الخط. في الماضي، تمام، في الماضي اي وهي وشي وات بياخدوا ووز، وي وذي ويو بياخدوا وير. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في وصف شخص او مكان أو جماد، زي ما أقول علي is fat. بستخدمه في تحديد location، زي أنا أكون في البيت I am at home، I am at home. وهديكم أسماء أماكن كتير بحيث بعد كده إن أنتوا تحفظوها تقدروا تستخدموها في الجمل، زي مثلا restaurant، theater، theater اللي هي مسرح، restaurant اللي هي المطعم، السينما اللي هي السينما، وهكذا. النقطة اللي بعدها أنا بستخدمها عشان أقول إن الشخص ده وظيفته كذا أو أنا وظيفتي كذا. أنا دلوقتي مثلا اتعرفت على أستاذ مؤمن، تمام، فهو أستاذ مؤمن ده بيشتغل إيه؟ أنا معرفش، مش يمكن يكون بيشتغل حاجة تنفعني في مصلحة ولا حاجة، تمام. فأجي أستاذ مؤمن حضرتك بتشتغل إيه؟ يقول لي I am a doctor، أنا دكتور، I am a teacher، أنا مدرس، تمام، وهكذا. بستخدم verb to be مع present continuous مع past continuous، بس هو ده verb to be باختصار شديد جدا. يبقى أنا كده استخدمت pronouns و verb to be، تمام، وقدرت برضو إن أنا أخش على adjective اللي هي الصفة، أنا بوصف حاجات معينة، تمام. بس خلي الصفة دلوقتي هنبدأ فيها، فالجزئية دي كلها كده تمام ولا لسه؟ احنا هنستخدمه اللي هي الات لللوكيشن، مش كده؟ والا للوظيفة، واللي هي التانية والايس للوصف، صحيح كده؟ ولا ممكن يستخدمه في حاجات مبدئيا تانية؟ نعم، مبدئيا خليكي تحفظيها، مبدئيا احفظيها كده، فيرب تو بي في المضارع والماضي بالتقسيمات بتاعته. اوكي، فيرب تو بي في المضارع هي وشي وات، ايوه، بيجي معاهم اس حلو جدا، و اي
ام بيجي معاها ام حلو و جدا، حلو و وي وذي ويو بيجي معاهم ار. حلو جدا، في الماضي هي وشي وات واي بيجي معاهم ووز، حلو جدا، و يو وذي وي بيجوا مع وير. حلو جدا، ثانك يو. استاذه اسماء، عايزك تسالي استاذ مؤمن سؤال وهو هيرد على حضرتك، مره بيس ومره بنو. Is he a teacher? No, he isn't a teacher. ماشي، ولو هو بيس؟ Yes, he is a teacher. حلو جدا، ثانك يو لكم انتوا الاثنين. اتفضلي يا معيار. كنت بقول لو هي بتساله هو هتقول له ار يو مش از هي. بالظبط، ما هي هو هي سالته از هي ا دكتور، هل هو سوري هي از هي ا تيتشر، هل هو مدرس. هو اخطا ورجع صحح خطاه. بس هي تمام، لكن بتساله هو يعني ما تقولش از هي، يعني هي لو بتسالني انا تتكلم معايا لا، انا. انا سالت، انا قلت لها اسالي اي سؤال، انا ما قلتهاش تساله عنه هو، هي سالته عني. واصله لك؟ تمام. طيب خليك انت بقى معايا. استاذه ايه حماده، اتفضلي. استاذه ميار هتسالك سؤال وانت هتجاوبيها مره بيس مره بنو. Yes, I am hungry. Yeah. تمام. نو. نو. انا اكون يعني ايه؟ نو. نو ايه؟ عايزه اقول لا انا مش جعان، انا مش جعان. نو ايه؟ لا انا I don't مثلا. احنا قلنا انا ايه؟ انا اللي هي ايه؟ اي تمام. والاب يعني مستحيل ان يكون عندي سؤال بيبدا ب ار يو واجي في الاجابه اقول دونت. ما فيش سؤال في الانجليش بيبدا ب ار يو واجي في الاجابه داز او الكلام ده كله. الكلام ده كله ليه سؤال، ليه حصه ثانيه لوحدها. احنا هنا بنتكلم عن فيرب تو بي مش فيرب تو دو. تمام، فخلينا كده اول ما نشوف ار يو يبقى يس اور نو واستخدام فيرب تو بي. ار يو، ار يو، از هي، از شي، ار وي، زي، ار زي، الكلام ده كله. اول ما اشوف ار او از في بدايه السؤال او ووز او وير استخدام فيرب تو بي سواء مضارع او ماضي. تمام. اسالي بقى استاذه ميار سؤال. استاذه ميار بقول يس شي يس شي از شورت. She is short. وبنو She isn't short. أو نو she is tall. أو long. تمام، حلو أوي. لا طول، long دي مع المسافة. الأمر. مع المسافة، long مع المسافة. أنتوا لو كنتوا تلاحظوا إن إحنا استخدمنا verb to be في الـ adjective. يعني إيه adjective؟ صفة. أنا بوصف الحاجة اللي قدامي، يعني شفت مثلا بنت جميلة بقول إن هي جميلة، شفت رجل طويل فبقول ده طويل. يعني إحنا طبعا لما بنشوف حد طويل أصلا يعني بيجي لنا صدمة إن إحنا كلنا متوسط القامة. في بعض الحاجات لازم إن إحنا نبقى حافظينها، تبقى حاجات أساسية زي هابي، سعيد، ساد، حزين، يونج، شاب، بيج، كبير، سمول، صغير، نيو، جديد، هانجري، هانجري، جعان، هانجري، انجري ولا هانجري؟ هانجري جعان، وانجري غضبان. غضبان مظبوط، مظبوط. انجري غضبان، هانجري جعان، سمول صغير، كبير، شورت قصير، لونج طويل، بور فقير، بور فقير، ريتش غني، بريف وكراوت،
بريف، شجاع، وحاوت، جمال، برافو برافو. بيوتيفول، بيوتيفول، هابي، وسيد، نايس، قبيح. يعني ايه؟ فانتاستيك، معلش، قبيح قبيح أجلي قبيح، اغلي، أجلي، أولد، حلو قوي ان انتوا عندكم خطير. بعض الكلمات مستر، في كمان كليفر، ذكي، ذكي بالظبط، سمارت. طيب استيوبيت، بما انك بقى جيت للحته دي، لا ثانيه واحده استاذ مؤمن، ايوه ايه الفرق ما بين سمارت وكليفر؟ كليفر. انا مخمن يعني، اعتقد كليفر تنطبق على العاقل الكائن البشري، سمارت برافو عليك برافو على عليك فكرة بجد بقى حقيقي، الحاجة غير العاقل. لو انت ما كنتش عارفها برافو، بحييك بحييك بجد لو انت ما كنتش فعلا عارفها. لا هو انا خمنتها من حتة فكرة مثلا السمارت فون وكده، وانا عارف ان كليفر وسمارت يعني ذكي، فخمنتها بالجزئية دي صراحة يعني. برافو عليك. على فكرة أنت سألتني المرة اللي فاتت على كلمة بتبدأ بحرف الجي وبيجي بعدها يو، وأنا ما كانش في ذهني حاجة حاضرة، ف جس هي يخمن تبدأ بجي يو. جان اللي هي بندقية، جي يو. جس اللي هي ضيف يعني، تبدأ برضه جي. أنت لما قلت إن أنت خمنت أنت فكرتني كمان بالسؤال تمام. بصراحة، يعني بعتز بالناس اللي هي بتشغل دماغها. انت ما شاء الله الله اكبر، يعني عندي ليت متاخر. طيب انا عايز اقول بقى جمله اسف انا متاخر، I am sorry. لحظة واحدة، ممكن انا متاخر. I'm sorry. اسف انا متاخر. Sorry. I am sorry. I'm I late. I late. No, I late. I am sorry. I late. I late. I am sorry late. لا sorry I am late. Sorry I am late. ليانا انت قربتي بس لخبطتي الجملة. I am sorry I late. لا قربت بس لخبطت الجملة. I am sorry. لخبطت الجملة يا دنيانا. آسف أنا متأخر. I'm sorry. تعالوا كده ناخدها حتة حتة. آسف يعني إيه؟ sorry. حلو قوي. أنا أكون، أو أنا بمعنى أنا، اللي هي أنا أكون اللي أنا I am late. I am late. لا sorry I am late. sorry I am late. sorry I am late. على آسف فكرة أنا قلت sorry I am late. لا أنت قلتي I am sorry late، لا أو لا لا I am أنا late. وهما كانوا بيتكلموا أنا قلت sorry I am late. أنت حضرتك سمعتني؟ لا ما سمعتهاش والله، أنا في كل اللي أنا سمعته كان غلط. لا لو sorry كنت I am late. سمعتها كنت وقفتك وقلت لك صح. انا كل اللي انا سمعته كان غلط. هاي يعني عالي. عايز اقول لواحد درجاتك عالية في الاختبار ده، درجاتك عالية في التست، درجات يعني سكور، تمام؟ ايه درجات سكور. سكور؟ طيب، وامتحان يعني تست. هاي سكور ان ذا تيست. هاي سكور درجات عالية. أنا عايز أقول درجاتك عالية. Your score. Your score. أيوة. Is أيوة. high in this, in this test. Your score لا. is high. واحدة واحدة تاني. Is Your high her. score in this test. برافو عليكي. Your score is high in this test. اسمك ايه؟ ميار. برافو عليكي. هاي سكور درجات عالية. أنا عايز أقول درجاتك عالية. Your score. Your score أيوة. is أيوة. high in this, is in this test. Your score لا is high. واحدة واحدة تاني. Is Your high her. score in this test. برافو عليكي. Your score is high in this test. اسمك ايه؟ ميار. برافو عليكي. Cold بارد، hot سخن، تمام؟ مين يحط الكلمتين في جملتين؟ آية؟ معاك يا مستر. عايز أقول إحنا خدنا كلمة cold يعني بارد. عايز أقول أنا عايز أشرب مشروب بارد.
انا عايزه اشرب مشروب بارد. اريد تمام. يعني want. حلو. اسمعي الكلمات بتاعت الجمله وانت رتبي الجمله بعدين، وانا هتبقى اي، فرتبي لي بقى الجمله. I want ايوه drink. لا I want cold drink. أكولت drink. بالظبط. I want a cold drink. A cold cold. A مستر cold. هو ليه هنا cold؟ يعني ليه الإي دي؟ لا مفيش إي دي، هي cold. هي T cold. O L T O L D. اوكي. تمام؟ أستاذة رشا. نعم. هوت. دافئ. هوت. عايزة أقول، جملة. عايزة أقول الجو دافي. الجو هنعوض عليه بإيت، بإيت الطقس اللي هي ويذر، بس هعوض عليه بإيت، مش لازم أقول ويذر دلوقتي. فقولي تمام. لي إيت ات الجو وات بإيت. إيت هنا، إيت هنا حطيناه الضمير هنا ده إيه؟ الغير إيه؟ غير العقل. حلو قوي. بياخد إيه معاه من verb to be؟ is is it ولا is are؟ it لا it is it's a hot it's hot. it is a hot it is a hot it's it is a hot. hot لا مش it. ماشي اوكي. it is a hot. is it hot؟ hot ما فيش a. ماشي يبقى it is it is a it's a hot it's a hot it's it it's it's hot. it is hot today. الجو دافئ النهارده. it is hot today. طيب قولي لي قلنا يعني ايه هاي؟ هاي عالي. هاي صفة كصفة. صفه هي جايه هنا كصفه. هاي اللي هي عالي، حاجه محطوطه فوق في مكان عالي. هاي تمام. واحنا هنا تمام. قلنا الجمله بتاعتها your scores is high. your score is high in in this test. تمام. عندنا جود وباد. عايزين أستاذة نرجس وأستاذة نسمة. أستاذة نسمة ايه مع حضرتك؟ ممكن تسألي لنا أستاذة نرجس كده، يعني قولي لنا سؤال فيه جود أو فيه باد، وسهل عليكي قولي لي جملة فيها جود وجملة فيها باد. طيب حتى الآن مش لازم سؤال. is she good؟ ماشي أستاذة نرجس، هي بتقولك دلوقتي is she good، هل هي بخير؟ لما سؤال بيبدأ بهل اللي هي is أو are بيبقى الإجابة تمام. بإيه؟ yes أيوه she is أيوه good she is good. تمام. طب عايزة أقول إن هي مش بخير. no أيوه she isn't good. طيب أو ممكن نقول she is bad. isn't بتيجي مع ال no و is بتيجي مع ال yes. بالظبط. not دايماً معناها مش، حاجة منفية بتيجي مع ليه. طيب عندنا early. طيب يا مؤمن يا مستر معاك early معناها مبكرا. مبكرا ليه؟ احنا استخدمنا حاجه مبكرا. عكسها ليت. ليت ليت. برافو عليك. احنا استخدمنا لارج عكسها ايه يا ايه؟ ايوه مستر. لارج عكسها سمول. برافو. انا هبعت لكم ملف باذن الله فيه كلمات وعكسها زي جود باد بعض الجمل. المطلوب من حضراتكم نحفظ الكلمات وعكسها والجمل، لأن هعمل زي كويز المرة الجاية في اللي احنا خدناه ده، سواء pronouns verb to be adjective. انت شايف ان انت قدامك السؤال، الجملة اللي قدامك فيها ايام ولا هي از ولا شي از ولا فيها ايه؟ ما انت الجملة اللي قدامك فيها هي از شي از وير ار زي ار الكلام ده كله، انا بروح عاكس على طول. لو انا هسأل حد عن هل كذا بروح عاكس، حاطط ار في الاول بعدها الضمير وبعد كده بكمل الحاجه اللي بسال عليها. فاهمني؟ تمام. مثلا حاجه بالعربي وابدا اعمل عليها سؤال. الفكره شويه ان انا ممكن اخد وقت عقبال ما ابدا اترجمها وابدا اجمعها وكده. طب تعالى نلعبها مع بعض. The weather is very hot. اعملها لي سؤال. The weather is very hot. يبقى احنا كده هنبدا بهنا is Is weather very hot? Is the weather very hot? مفيش very hot على طول. لا انا حطيتها من عندي جدا. ما هو بص، هي very هنا معنى
حر قوي، فانا مش هختار السؤال. ليه بقى؟ انا بقول لك الجو، هل الجو النهارده حر؟ انت ترد عليا والله ده النهارده حر قوي، فاهمني؟ اوكي. هي سهله وهتيجي بالممارسه، وهتيجي واحده واحده مع بعضينا كده، هتلاقي نفسك بقيت بتعمل السؤال بشكل سريع، وهتلاقي نفسك يعني بتعمل عادي برضو، هي ذا بتتحط عادي في السؤال. يعني ذا برضو بتدخل ضمن ما السؤال. عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، ان مشكلتي كلها تمام ان انت تحط از في الاول صح، وتحط الباقي صح، يعني ما تجيش تقول لي از هوت ذا ويذر. لا. فهمت انا ايه كده؟ هل الحر طقس؟ انما ينفع؟ هل الطقس حار؟ فاهمني؟ وفي النهاية وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا، أتمنى أن يكون المعلومات اللي كانت في المحاضرة أفادتكم. أشوفكم المرة الجاية. See you later next time.